مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حبيت ندليكم حلوى جافه بدون بيض بالشوكولا والجبن. المقادير اللي نحتاجوها في الوصفه: 100 غرام زبده تكون طريه بدرجه حراره الغرفه، ملعقه ونصف سكر ناعم، نصف علبه ياقورت طبيعي ناتوريل، زوج قطع جبن مثلثات اللي ما عندهاش تقدر تستعمل على الميزان، ملعقة صغيرة بيان بومبي فاني، وملعقة صغيرة ما تكونش مليانة خميرة الحلوى، وفارينة باه نلمو بها العجينة. أنا حطيت هنا زبدة طرية، ونجيب السكر الناعم ونغربل، باش لازم ديما يكون السكر مغربل. اللي ما عندهاش السكر الناعم تقدر تستعمل السكر العادي، بس راح يتعبها شوية في الخدمة باش يذوب. أنا على هكذا نفضل أني نستعمل السكر الناعم. نضيفو الجبن اي نوع عندك، ونحرك المكونات. نضيفوا الياقورت الطبيعي، وهذه الوصفه تساعد الاشخاص اللي ما يحبوش البيض، ولا كل نهار حابه ديري حلوه وما عندكش البيض تقدر تستعمل الوصفه هذه. شوفوا الزبده كي تكون طريه تساعدنا في الخدمه بلا ما نستعملوا الايد. نضيف الفاني، ونبداو بإضافة الفارينة. نضيفوا الملعقة الأولى، نزيدوا الملعقة الثانية والثالثة الرابعة، نضيف الخميرة ونبدأ نحرك، ونبدأ نجمع كل المكونات مع بعضها. لازم الفارينة هنا تكون نوعية جيدة. هنا راهي تلمت العجينة، ما نيبسوهاش، لازم تكون بهذا القوام، وما تقيدوش بالكمية تاع الفارينة اللي مديتهالكم، خاطرك شكون الفارينة وكيفاه. كاينة فارينة اللي تشرب، كاينة فارينة اللي ما تشربش. أنا نفرق نحلها بالحلال. نجيب القطعة هذه اللي على شكل مربع، وكل وحدة واش تحب، تقدر تغير القطعة كيما تحب هي، ونطبع على شكل مربعات ونحطهم في البلا. هاو كيفاه يكون السمك تاع الحبة. أنا نكمل كامل نقطع كامل العجينة بالقطعة ونحطها في البلا. انا ندخلو دركا في الفول يطيب، ونرجع نكملو باقي الوصفه. الكاطو طاب، كي طاب لصقتنا بين كل حبه وحبه بالطوفيه كراميل، واللي ما عندهاش تقدر تستعمل شوكولا للطلي ولا حتى الكونفيتور تاع المشماش. هذا فيما يخص الكاطو. للتزيين حنا ذوبت شوكولا مارون، تحبوا حتى سوداء تقدروا، ذوبتها على حمام مائي، وضفت لها ملعقه تاع زيت. لهنا عندنا كاوكاو ايفيلي ولا لوز ايفيلي، انا لهنا راح نستعمل كاوكاو ايفيلي. نجيبو حبه الكاطو ونبدا ندير لها الكلاصاج تاع الشوكولا. انا كي ذوبتها على حمام مائي كي ذابت ضفت لها ملعقه تاع زيت باش يجي الكلاصاج يبري. نجيبو الكاوكاو ايفيلي ونحط في الوسط، نكمل كامل الحبات بنفس الطريقة. كي نشوفو الشوكولا حكمت روحها، شوفو الكلاصاج كيف يكون. نجيبو الشوكولا، نفس الشوكولا اللي درت بها الكلاصاج حطيتها هنا، ونبدأ ندير بهذه الطريقة. شوفو شكل الحبة كيف يجي، ونكمل كامل الحبات بنفس الطريقة. الكاطو بلا بيض وجد، هذا هو شكل الحبة كيف يكون. الكمية تاع 100 غرام زبدة خرجت لي 20 حبة تاع كاطو. شاركوا الوصفة وقولوا لي رايكم في الكومنتير، وما تنسوش تبارطاجيوها مع ليزامي تاعكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باه كل فيديو جديد نهبطو تشوفوه. نتلاقيو في الفيديو القادم ان شاء الله.